أعتقد يأشرون الأخوان بالاستديو أن الضيف الثاني وصل، أهلا وسهلا. فرجاء أن تردين ورا شوية. بتطيحوني أنت من أول الليلة. تفضل. لا إن شاء الله ما راح أطول وقفتكم، هذا يعتمد على فراس. لا لا طالع لو سمحت. هذا يعتمد على فراستكم اثنينكم، الوقفة تطول الطول أو تقصر، فهذا يعتمد عليكم أنتوا الاثنين. كل واحد منكم راح يسولف مع الثاني وراح تحاولون تعرفون بعض. قوة أهلا، شلونك؟ والله الحمد لله. كل جملة طويلة. أنت مطربة؟ أنا؟ أي لا، أنا غنيت حولوا الناس الموجة. كيف؟ أنا غنيت حولوا على قناة ثانية. يعني الأخت ممثلة؟ يعني وأنت؟ والله حصة عفوا يبيش المخرج. لا رجاء. لحظة أنا عرفتها طبعا. طيب أنا أبغاك تغني. أنا اللي أبيك تغني. طيب أنا عازف عود وأنت تغني. لحظة الضيف من السعودية ما؟ ما أدري عاد. انذلة من السعودية، لهجة الحبيبة مبينة. الله يسلمك. أهلا وسهلا بالسعودية وأهلها. كذي وصلتي نص الطريق. قاعدة أقرب. من هني ماكو شيء، لا تبالي. زين ممكن تغني عشان يمكن أعرفك؟ ما دام قلت عود بتغني. إي يعني أكيد أنتم ما سمعتوني أتكلم، بس أكيد سمعتوني أغني. أكيد. ولكن أنا نفسي أسمعك تغني. ها؟ لا يا معود. خلها بعدين. المهم خلها أعرفك أول. طيب ماشي. أغنية من أغنياتي. وإن شاء الله إنك حافظها، أقل شيء تغني معايا. خلاص معول. لازم يعرفك. ايه. اشكي لي من منك ومن اللي تفعله، اشكي لي من كم صحت في اذنك وكم راسي توطى لك ودن. عرفت عرفت. عبد المجيد. يا هلا يا هلا في شانك. طول عمرك. الله يخليك. انا عارف من اول. تسلم. والله انت فنانه كبيره طبعا. عودنا على سماع صوتك. احنا بالنسبه لنا كذي هي سبقتك وهي اللي قالت اول. لا انا عارفها من اول بس حبيت يعني. الو حياكم الله في سيدي 300. تفضلونا في معكم. شكرا. وانا شايفه ضيفنا الفنان عبد المجيد عبد الله سبقك. الظاهر قاعد يذهب لك اسئله، قاعد بالقلم وجايبه ورق. معليش اخت حياه، في سؤال بدي اسالك اياه. مثلتي طبعا قبل رمضان مسرحية سيف العرب. نعم. وأيضا برمضان مسلسل طش. لا مو قبل رمضان، برمضان اللي فات. رمضان اللي فات؟ ايه. هذا اللي فات. لا اللي قبله. عيد. سيف العرب؟ ايه. لا. عبيت التجنيد. أوكي. قبل. أوكي. ماشي، لأنه احنا شفناه قبل رمضان عموما. ورمضان مسلسل طش ورش. ومسلسل سليمان الطيب. نعم. طيب متى عندك وقت تكتبي مسلسل الطيب؟ واعتقد انك مقصره بحق البيت. اولا سليمان الطيب هذا مكتوب صار له تقريبا يعني قبل الغزو. كتبنا الله لا يعيدك الايام اللي بالخير. كتبت منه 6 حلقات وكان على اساس مقرر انتاجه لرمضان. فكتبت منه 6 حلقات وصار اللي صار، فشلت الأوراق معاي وطبعاً أهملت هالفترة هذه كلها طويلة. بعد ما الحمد لله الله أنعم علينا بالتحرير وردت الديرة والحمد لله، بدأت أنبش بأوراقي فلقيت سليمان الطيب وكنت حابة الموضوع فكتبته كملته. طش ورش طبعاً أنا مو كاتبته، أنا ممثلة فيه، مشاركة فيه كممثلة. فكان جاهز وبعدين خلص قبل سليمان الطيب، قبل تصوير سليمان الطيب. الكتابة كنت أصور بالنهار وأروح أخلص تصوير الساعة 10، أروح عاد أكتب لغاية الساعة تقريبا 2-3 بالليل، وفترة الظهر إذا صار ما عندي شيء أقعد أكتب. سؤال للفنان عبد المجيد عبد الله من الجمهور، تفضل. يعطيك العافية أخ عبد المجيد، سمعنا من ربعك أنك تسوي مقالب الفنانين، ممكن نعرف مقلب من المقالب اللي أنت تسويها؟ ويعطيك العافية يا سيدي. الله يسلمك، بس مقالب تفشل ما تنقال.
يعني نسمعها احنا. والله تفشل بصراحه. ما يخالف احنا نسمع. ايش افتكر بس؟ واحد علاقه. مش لا تفشل ما كنت قال واحد يعني شيء يفشل. انزين اتذكر مره كنت في القاهره واحد حلقت له حواجبه شلته حلو يعني هذا الله يسلمك. كنت في القاهره اتذكر وكانت غرفتنا تفتح على بعضها وكان عندي سفر في الصباح فهو جاي مواصل ليلتين سهران وجاي عندي يكمل سهره يغني. نعم. يا ابن الناس خش غرفتك خليني انام. جالس على السرير وجالس يغني ومولع في سليمان الملا كان زين تصدق الاحلام وكان زين طول الليل طير النوم مني وقعدت البس خلاص حطيته في دماغي عاد ليه ما طلع النور باقي لي ساعه واطلع انا دخل غرفته نام. الحين ايش اسوي فيه؟ اشيل الثياب واطلع اخليه كذا ايش اسوي؟ اخذت الموس الحلاقه وبديت ايش؟ هو طبعا مع التعب منتهي فاخذت الموس وبديت شلت اول واحد طبعا من المنظر طحت ضحك اضحك. هو ما قعد؟ لا ما قعد. هو اسمر فصارت بيضه هذه صارت بيضه. انا اخذت حوايجي وكتبت له رساله انه يدفع الغرف لان انا مسافر يعطلني فهو يحكيني طبعا ما شفته بعد 3 شهور لانه كان بيقتلني لو شافني. انت نطرت 3 شهور عشان يكون موقف خاص. المهم هو يحكيني يقول لي صحيت ثاني يوم خشيت الله يكرمكم اخذ دش فيقول اشوف الماي ينزل ما في شيء يوقف يقول طليت المرايه جلس يسب ويشتم. طيب ايضا فنانتنا حياة الفهد مشهورة في مقالبها فتذكرين لنا هم مقلب من المقالب؟ لا والله انا لا والله نادر اسوي يعني قليل اسوي مقالب يسوون فيني مقالب بس الحين اي والله على نياتي بس الحين والله ما نذاكر شيء. المخرج يقول لي في مقلب مال طراقات عبد الحمال العقل. العقل؟ ايه؟ هذا فيلم القوفة؟ نعم. العقل انا متعبقته يعني بالطق. لان الحين بيقول الله اكبر لانه ما يكبر. نعم. العقل ما يكبر من 16000 سنه قاعد يمثل دور ولدنا. نعم. يعني احنا قاعدين الله اكبر. نعم. كل ما قلت له الكلام يقول الله اكبر من عينك. نعم. فالمهم ما يكبر وقاهرني كل ما صار له دور وياي اقعد اكفخه متى اطقه بنهايه المشهد مو متوقع هو يكون ودائما ياخذ حذره مني مثلا يحط يسوي يدينه كذي انه ما طقه فاطقه على الناحيه الثانيه مي صعبه يعني اذا كلش ماني قادره من ناحيتين من القفه فبالملقوفه بالمغفر كذي انهد عليه اقول لهم هدوني عليه لانه ورطني وابيها فرصه عاد انا العقل قاعد تطق فيها طق هلا مو تمثيل هذا الصدق انا اقدر من راسي احطه على الطاوله قاعد يطق فيني يمكن موجود عندكم المقالب هذه. نعم. طيب عسى ما واحد فيكم الحين على هالمقالب محضر لنا مقلب. لا اتذكر انا المقلب في بدايتي. نعم. كنت كل بروفه اجيب الفرقه نسوي بروفاتنا واعشيهم فتعودوا على الشيء هذا هم فصاروا يعني كل ما اجي بروفه ها العشاء جاهز حاضر. يعني شلون متعشينا اليوم؟ كان الفرقة موجودين ينطرون. طب كمل القصة عشان توقف التعشي. ف يعني كثروا عاد كل شوية بروفا يلا عشاء فحطيت مرطبان احنا نقول عصير برتقال وحطيت فيه مسهل خلصوا العشاء وبس اناوشهم والله ما خلصوا الساعة الا هم كل واحد على البيت فانا زي ما اقول والله انا حسيت بتعب في معدتي مش عارف ايه يا اخي الاكل اللي طبعا ما شربت منه بس وانقطعت العاده هذه من نعم. لا اذا كذي عيل ما نبي عشت